خلونا بقى ننتقل من وزارة الصحة لوزارة التعليم. واجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2024-2025، ومن الإجراءات دي حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الأصلية لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها، وفتح باب التقدم لتغير المسمى الوظيفي لجميع السادة شاغلي وظائف المعلمين اللي تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين على ذلك ده لتدريس المادة اللي بتتفق مع مؤهلاتهم. كمان فتح باب التقدم لمن يرغب من السادة شاغلي وظائف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات اللي بيها زيادة لتدريس المواد للمواد اللي فيها عجز يتناسب طبعا مع المؤهل الأصلي، وده تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين. خلينا بقى نعلق على هذا الخبر، ومعانا هاتفيا الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم والمتخصص في شؤون التعليم. صباح الفل يا استاذ رفعت. انت خير، اهلا بيك استاذ رفعت. انا عايز افهم منك الخبر ده لان الحقيقه مش فاهم ازاي هناخد المدرسين اللي هم متعينين ومؤهلاتهم مش في التخصص اللي هم شغالين فيه وناخدهم من التخصص نحطهم في غير التخصص، فاللفه دي يا ريت تفهمها لي. لا، هو اولا هي كذا جزء مع بعض للتعامل مع العجز بتاع المدرسين. نمرة واحد، إذا كانت مدارس فيها أعداد زائدة في تخصص معين ينتقل المدرس من المدرسة دي للمدرسة دي أو الإدارة دي لسد عجز موجود واضح في مدارس دي نمرة واحد. أي أن أنا بعيد تسكين مدرس كان في مدرسة معينة إلى مدرسة في إدارة ثانية قريبة في نفس تخصصه لسد العجز، دي نمرة واحد. تمام. نمرة اثنين، المدرس اللي كان تم تعيينه في تخصص معين وهو أصلا تخصصه مش كده بس قريب من التخصص، بمعنى إن أنا دلوقتي مثلا خريج كلية معينة في تخصص علم النفس والعجز في المدرسة الأخرى خاص بدراسة بتطبيق الفلسفة أو مدرس فلسفة، هو درس جزء من الفلسفة ويستطيع إن هو يدرسها بس اتكن على تخصص آخر في الأول، العجز اللي موجود في المدارس الثانية في التخصص اللي أنا عايزه فابدا انقله على هذا التخصص. انما مش طب استاذ رفعت، انا عايز بس اخد معاك في نقطه مهمه جدا لان انت لما كنت متواجد معانا ذكرتها وانت دلوقتي كمان بتذكرها وانا صراحه عايز افهمها. انت بتقولي اللي كان تم تعيينهم لحد امتى هيتم التعيين مقفول؟ يعني احنا واصلين لنص مليون مدرس عجز في المدرسين في التربيه والتعليم، امتى باب؟ ده 670,000 ده المعلن يمكن 470 او 460 الف، يعني بما يقرب من نص مليون، نص مليون هو المتوسط. فامتى هيتم فتح باب التعيين مره اخرى عشان خاطر الارقام دي ما تزيدش؟ مع كل اعتقد كل سنه الاعداد دي هتزيد لان في ناس بتطلع على المعاش. اللي هيطلع على المعاش الوزاره قررت انها تفتح الباب ان هو يرجع تاني استعين بيه كخبره بالمكافاه. بس ده مش حل اعتقد، يعني ده مش حل فكره انه يرجع. كل دي حلول جزئيه وانا متفق معاك تماما، لان لما يكون العجز وصل الى ما يقرب من نص مليون يبقى لابد ان انا ارجع تاني وافتح باب التكليف بتاع خريج كليات التربيه لسد هذا العجز. استاذ رفعت، حضرتك شايف ان باب التكليف لوحده كفايه انه يسد العجز ده؟ وهل فكره ان المدرسين اللي طلعوا يعني معايش دول خلاص اولد سكول، يعني خلاص يعني طريقتهم قديمه وفي تطور دلوقتي للتعليم وفي شباب بيبقى عنده حماس وبيبقى عنده شطاره ويقدر ان هو يتواصل مع السن بتاع سن المدرسه، فليه ما نستعينش بالشباب الخريجين الجداد ان هم يشتغلوا احسن ما نجيب واحد اوريدي طلع معايش؟ ليه اشغل واحد طلع
طلع معاش خلاص هو ده سنه ان هو توقف العمل، وانا برضو اشغله باوفر تايم او بفلوس على الحصه اللي هيشتغلها، وهو اصلا ممكن ما اخدش منه خلاص انا خدت اللي اقدر اخده في السنين اللي فاتت، دلوقتي جه دور وجه وقت ان احنا نفتح الباب للشباب. لا، اولا العجز المدرسين على المستوى القومي على مدى اكثر من 22 سنه المسؤول عنه ليست وزاره التربيه والتعليم، لانها مسؤوله عنه الدوله. تمام. الدوله عندما تقرر درجات وظيفيه وميزانيه معينه لتعيين المدرسين فاهلا وسهلا بتعيين المدرسين. ولهذا القراءة اللي حضرتك بتقوليها أنا متفق معك تماما، لكن إعادة التكليف هنا أو فتح باب التكليف مرة أخرى هنا برضو قرار الدولة وفر لدرجات وظيفية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هل المدرسين اللي بيبقوا جايين بقرار تكليف بيبقى عندهم الحماس والخبره بتاع ان ده مكان انا بشتغل فيه، ده مجرد تكليف من الجامعه بتاعتي ان انا جايه اسد خانه، ومعظمه بنلاقيه في الخدمه الاجتماعيه في الشؤون الاداريه، ولكن ما بنشوفوش في مدرسين في تخصصات مثلا تاريخ جغرافيا علوم كيمياء عشان يقدروا يسدوا فعلا الاحتياج ده؟ التكليف هنا اللي كان بيتم لحد 22 سنه فاتوا قبل ما يتوقف كان من خريجي كليات التربيه في تخصصاتهم. تمام. وليس في تخصصات اخرى مخالفه. يعني هو ان خريج كليه التربيه في الرياضيات في الانجليزي في الفرنساوي في العربي وفي خلافه بيتم تكليفه فور تخرجه، ده توقف من 22 سنه. تمام. وبالتالي الدوله عندما تفتح باب التكليف مره اخرى بقوه اقدر اسد العجز اللي موجود عندي ده بشكل كبير. وعشان ما يتفاقمش يا استاذ رفعت، استاذ رفعت في النهايه عايز اعرف من حضرتك بقى وتعليقا على الخبر اللي احنا لسه قايلينه من شويه، فازاي هيتم تدريب المعلمين للتوجه من التخصصات اللي ما فيهاش عجز للتخصصات اللي فيها عجز؟ التدريب عشان خاطر يعملوا السويتش ده يبقى عامل ازاي؟ يعني هقربها لحضرتك اكتر شويه. لما مثلا يكون خريجي كليه طب انا بدربه على اساس ان هو يمارس عمليه الصيدله او الصيدله يمارس مهنه الطب زي ما هو متجوز، هو قريب بالشكل بهذا بالطريقه دي. يعني يكون مدرس في تخصصه الدقيق هو اتعين عليه او اتعين على تخصص غير تخصصه بس كان لسد العجز، انا برجعه للتخصص الاساسي هو حل جزئي مش حل للمشكله. انه يكون هو واعاده تدريبه وتاهيله لتدريس ماده قريبه من تخصصه هيكون اكثر استيعابا لها من ان هو يكون بعيد عنها تماما. دي حقيقه. استاذ رفعت فياض احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير تحرير اخبار اليوم والخبير التربوي. واعتقد ملفات التعليم وملفات الصحه زي ما قلنا في البدايه هتفضل مستمره، يمكن هي من اهم القضايا اللي لازم نوليها اهتمام. واعتقد انا في منظوري الشخصي ان البطل في قصه التربيه والتعليم هو المدرس، يمكن مش الطالب، يمكن مش المناهج، هو المدرس اولا ثم السيستم اللي بيتم وضعه عشان خاطر الكل يمشي عليه. فعجز نص مليون وما يزيد عن نص مليون في وزاره التربيه والتعليم اعتقد امر لازم ننظر اليه ونكتفي من فكره الحلول الجزئيه المسكنات المؤقته، نبدا نتطرق لنقطه ان يبقى عندنا حل جذري ينهي الازمه على مدار السنين. 22 سنه زي ما استاذ رفعت قال في موضوع منظومه التعليم فده مش هيتحل من يوم وليله. طبعا فيبتدوا يعني طبعًا. انا شايفه ان هي خطوات يعني تحتسب ليهم، ولكن نتمنى الفتره الجايه نشوف خطوات اسرع وحلول جذريه زي ما قلت، رغم اني ما كنتش معاك في حلول جذريه ودلوقتي رجعت وقلت جذريه تاني عشان نفسي الحل يحصل. جزئيه يعني هما بيتكلموا في الجزئيه فما علينا.